الشيد وكل الحمايل والقبايل الشيد وكل الحمايل والقبايل هون الشيد وكل الحمايل والقبايل الشيد وكل الحمايل والقبايل الشيد وكل الحمايل والقبايل الشيد وكل الحمايل والقبايل هو كاني ما قالوا هو ما جد ريحنا الشيد رحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم جميعا الحضور الذي شرفتمونا اليوم في هذا الافتتاح لمقر حزب تقدم، وأرحب بعطوفة الأمين العام الدكتور خالد البكار ورئيس بلدية عجلون الكبرى السيد حمزة الزغول، وأهلا وسهلا بكم جميعا. أولا كنت أحضر بعض الكلمات لكن زملائي سبقوني فيها، وسوف أكون ملخصا لما تقدموا به. أولا، في هذا المساء المبارك تجمعنا في محافظة عجلون، ولعلي أقول في عجلون كل ما يأتي في حقها، فأتت الدفاتر وانحنى القرطاس وإلى محياها تفيض الناس، عرف الشموخ من الحبيبة بلدتي، عجلون منها جاءني الإحساس، خضراء أنت والجمال يحفك، إعجاز خلق الله ذاك أساس، أنت التي أحببتها بعد المدى، لا أرتئي حبي بشيء يقاس. إنه لشرف عظيم أن أقف أمامكم اليوم على أعتاب مرحلة جديدة تحتاج إلى تضامننا وتكاتفنا جميعا، وهي الانتخابات المقبلة، والتي ليست مجرد استحقاق دستوري أو ديمقراطي، بل فرصة لتأكيد تقدمنا في بناء مستقبل أفضل لنا ولأبنائنا. إنني مرشح حزب تقدم ومعي زملائي المرشحين في القائمة العامة، نعاهدكم إن شاء الله بدعمكم وتصويتكم بأن نكون صوتكم الأمين في البرلمان، وسنعمل بإخلاص من أجل تحقيق آمالكم وطموحاتكم. إن المرحلة تتطلب منا جميعا التضامن، فأنا هنا اليوم لا لأمثل نفسي بل لأمثلكم جميعا، وهي فرصة نسعى فيها إلى الوصول إلى مجلس النواب من أجل تمثيلكم وتمثيل محافظة عجلون. ومثل ما تحدث الدكتور أن هنالك برنامج نعمل عليه، وإن شاء الله سيكون هذا البرنامج من ضمن أولوياتنا على مدار المرحلة المقبلة الأربع سنوات، من خلال العمل على قانون الإدارة المحلية، العمل على القوانين التي من شأنها أن تحسن من دخل المواطن مثل قانون الضريبة، العمل على القوانين التي ترفع من اقتصاد البلد مثل الاعتناء بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة. أخواني والحضور الكريم، لا أريد أن أطيل عليكم، ولكن في يوم العاشر من سبتمبر 10/9 سيكون صوتكم هو الفاصل. أدعوكم جميعا وكل باسمه إلى الوصول إلى صناديق الاقتراع والاختيار الموفق إن شاء الله لحزب تقدم في القائمة رقم 7 على ورقة الاقتراع، وهذا لن يؤثر على صوتكم في القوائم المحلية. بعزيمتكم سنبني مستقبلنا، دعونا نختار الأمل، دعونا نختار التقدم، دعونا نختار حزب تقدم. وختاما أشكركم على حضوركم في هذا المهرجان،
كما أشكر سعادة الدكتور على حضوره وتشريفه ورئيس بلدية عجلون الكبرى والشيوخ والحضور الأكارم، وأشكر كل من حضر، ونقف صفا واحدا إن شاء الله في الانتخابات المقبلة. من هذا المساء ستكون بداية لمسيرة التغيير والإصلاح. كنت معكم أنا عضو المكتب السياسي لحزب تقدم، المرشح عن القائمة العامة حسين فهمي صمادي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.